خلاص بابا احنا شاكرين وقت خلصنا وسعداء الحقيقه بالحوار ده. عندنا شرف كبير ان احنا خدنا الحوار للاخبار النهارده، ولينا يعني في نهايه الحوار سؤال يتعلق بتخصص خلاص بابا دكتور وليد صبحي. يعني دكتور وليد صبحي هو صيدلي والجمهوريه الثانيه واجهت ازمه كورونا، كيف يقيم بابا الاسكندريه الدكتور وليد صبحي اداره الدوله الازمه كورونا في وجهه نظر دكتور الصيدلي؟ هيئة الصحة العالمية هي اللي قيمت وقالت مصر تعاملت بصورة رائعة وصورة مبكرة مع بداية الجائحة، ووفرت حاجات كتيرة في كل مجال الحقيقة. وصل الأمر إن مصر ساعدت دول أخرى وما زالت بتساعد، وابتدت مصر في إنتاج لقاح من اللقاحات برضه، ده شيء مهم تقدم بيه أفريقيا بحالها. احنا عايزين من حضرتك تشجيع الناس على التطعيم. انا من اوائل الناس اللي خدت التطعيم، انا خدته في مارس اللي فات مجرد تأجيل مصر يعني اللي هو سينوفارم، وخدت الجرعتين وكل اللي بيخدموا ايانا خدوا الجرعتين. وانا اشجع الناس على كده، على استخدام التطعيم، على الاقل بيحفظ الحياه. كل الفاكسينات اللي طلعت هي طلعتها شركات محترمة في العالم زي شركة فايزر وموديرنا وجونسون وشركات لها قيمة يعني، وبذلت ملايين الملايين إنها تطلع الأبحاث. والصراع اللي حصل في العالم حصل لأن في فلوس كتير اتصرفت في الحاجات دي، فكل واحد بيقول منتجك وحش منتجي حلو عشان يسوق يعني حاجة. أنا أقول لك حاجة اقتصادية بس.